السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم ريسلان. اليوم جيتكم بوصفة جديدة واللي هي طرطة الأطفال بنكهة تويسكو، واللي هي هذه شوكولاتة الحليب، مسحوق شوكولاتة الحليب. نبدأ بسم الله في المقادير. قبل ما نبدأ لكم في المقادير، في الفيديو هذا إن شاء الله راح ندير لكم غير طريقة تحضير البسكوي باش ما نطولش عليكم الفيديو، ما يوليش فيديو ممل. وفي الفيديو القادم إن شاء الله ندير لكم كتكملة طريقة التزيين تاعها. راح نبدأ بسم الله في المقادير. عندي هنا كاس إلى ربع زيت، كاس إلى ربع مزيج بين كما راكم تشوفوا، مزيج بين السكر العادي والمسحوق هذا تاع تويسكو، كاس حليب، زوج كيسان تاع فارينة، زوج خميرة، مغرف متوسطة تاع كاكاو، ربعة تاع البيض، لافاني، ورشة تاع الملح. كثرت البيض راح ندير عليها رشة الملح، ما نكثروش. راح نديرو لافاني، نديرو الخليط تاع السكر وتويسكو ونخلطهم. طلعت البيض شويه، يعني قلت لكم انا ديما كي ندير هذا لي طاخت تاوعي ما يهمنيش في البيض يطلع بزاف ولا ها. راح نزيد نضيف الزيت بالتدريج وانا نخلط بالخلاط الكهربائي. من بعد ما كملت الزيت راح نبدا نضيف الحليب والفارينه، يعني المكونات الجافه اللي بقاو راح نضيفهم بالتدريج. اول حاجه نبدا بها الكاكاو نغربلو، ونبدا نضيف الفارينه بالتدريج. نزيد الكيس الثاني تاع الخميره كما هي، والكيس الثاني نضيف الحليب بالتدريج كما قلت لكم، ونبدا نخلط. نزيد ديريها يعني بزوج دفعات ولا ثلاثه هكا، كي تلوحي الحليب بالتناوب يعني هو والفارينه راح تجيك الاخر تاعك خفيفه، الكيك تاعك راح يجي خفيف ولا الطرطه اللي كي تخدمي فيها هكا، حتى تكملي كامل الكميه تاع الفارينه وتاع الحليب. هاوليك الخليط يكون هكا خفيف باش تجيك الطرطه تاعك خفيفه ما تجيكش ثقيله. هنا نروحوا للبلاطو اللي راح نطيب فيه. هذا البلاطو تاع الكويزينير عادي، ماهوش كبير بزاف، يعني تاع الكويزينير اللي تكون فيها 5 كوانل، عفوا 4 كوانل. هنايا دهنت البلاطو تاعي، دهنته بالزيت وفرش عليه الورق هذا. بزاف اللي سقساوني على هذا الورق، الورق هذا يتباع عند اللي يبيع حوايج القاطو، يتباع بالكيلو. بعد ما دهنته فرش الورق تاعي، راح نجيب هذاك الخليط اللي كنت حضرته من قبل، نفرغه في المول، نفرغه في البلاطو في المول. هنا يعني المول اللي تحبي ديري فيه ديري، تسمى المول اللي يخرجك ديري فيه. حاول نوزع الخليط مليح خاصة في الزوايا تاع البلاطو باش يجيني مليح، باش ما يتحرقولكش الجوانب، يجيو فرغانين ويتحرقوا هكا. وندخلها الفرن، الفرن يكون تكوني ديجا مسخناتيه من قبل، ما تطولش في الطياب. هنايا كاين لي سبق لي وحطيت لكم فيديو على يعني على التورته، وقالوا لي قولي لنا الوقت، حددي لنا الوقت وحددي لنا درجه الحراره. اختي ما نقدرش نحدد لك درجه الحراره ولا الوقت لخاطر كل وحده والبلاطو تاعها، يعني كل وحده والكويزينير والبلاطو تاعها اللي طيب فيه، وكل وحده يعني تعرف الكويزينير تاعها واش طيب والمده تاعها. كيما انا هذا البلاطو غير على البلاطوات الاخرين، هذا ليه ليه يطيب لي، يعني ما يطولش في الطياب تاعو. اذا درت بلاطو واحد اخر قادر ما يطول لي في الطياب، على بها ما نقدرش نعطيكم المده الزمنيه. راح نلوح الطيب. هاوليك البسكوي بعد ما طاب وخليته برد، نحيته من البلاطو، نحيته من الكارت اللي كان فيه. راح نبدا نقصها، نجيب صحن، صحن هذا راح يجيني قد هذيك الدائره تاع القفره تاع داك المرسوم، ونبدا نقص كيما سبق لي ونعدت لكم في الفيديو الاخر هكا. ندير زوج دوائر من هنا ومن هنا، من بعد لي شيت هادو نديرهم كطبقه في الوسط
راح نزيد هاد ال... هاي لك الكيكة كما راكم تشوفوا، جات إسفنجية هايلة، ذوقها ما نحكي لكمش، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. هنا كما راكم تشوفوا هذا الزوج راهم يعني قطع ملاح متساويين، وهذا لي شيت راني درتهم كقطعة ثالثة كما راكم تشوفوا، ها يعني كي نحطها باش تبان. هاي ليك كي نحطهم راح يبانوا حتى هي تبان. هاد القطعة على كل حال انا راح نديرها في النص باش ما تبانش. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. اللي عجبتها طريقتي وعجبها الفيديو ما عليها غير دير جيم الفيديو، اشتراك القناه اللي مازال ما اشتركتش، والى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله.